منك. تمام تمام. ليش بيهربوا منك أنت يا سعد؟ ماما، جدة، أنا رجعت. إيش هذا اللي بيحصل يا سالم؟ تقضي عليك. تقضي عليك. تقضي عليك. نحن الأمراض التي ستقضي عليك. بعدوا عني. ها؟ ها؟ مالك يا ابني؟ ها؟ لا، ما فيش حاجة. سالم، ليش ما تأكل معنا؟ ها؟ معي حاجة بعملها يا جدة. أنا شفت ماما قد غسلتهم تمام، ما فيش داعي تلعب بالماء كذا. أنت مش فاهمة حاجة. الأفضل ما تتكلميش يا فرح علشان تسلمي. بريئة وتشتهي من حضنك، وكل اللي تشتهي هو انك تنقلي لي الجراثيم. مع السلامة، ما بلعبش معك نهائيا بعد اليوم. بتصدى لها وافوز مثل كل مرة.
لكن أنا اللي أفوز كل مرة. طيب خلاص بتصدى لها وأفوز لأول مرة. انتظروا. فزت. سعدون، تعورت يا سعدون. سعدون بتوجعك كثير؟ سعدون تسمعني يا سعدون. إيش كل هذه الطيور يا أصحابي؟ شكلها حلوة ولذيذة. طيور؟ الخوف بلا فهم شعور صعب جدا. افتح الباب يا سالم، اشتي ادخل. لا ما بتدخليش. افتح هيا ولا بكلم ماما. طيب بفتح لكن بشرط. ها؟ ايش هو الشرط؟ ماما. ايش اللي عملته يا سالم؟ يا ماما، لو انا ما غسلت فرح كانت بتنقل الامراض. من اللي قال لك هذا الكلام؟ شفت الجراثيم بنفسي في المجهر حق المدرسة، وقال لنا الأستاذ إنها متواجدة في كل مكان غير نظيف. لو شفت يا ماما كيف الجراثيم بشعة وتخوف وشكلها بتقضي علينا. لا يا سالم يا حبيبي، لا تقلق من الجراثيم، هن ضعيفات وينتهين أول ما تغسل وتتنظف. تقدر تلعب مع أصحابك براحتك مدام بتغسل يدك بعد ما تلعب، وتقدر تلعب مع عزيزة براحتك مدام بتغسل يدك بعدها. وبعدين أنت من بكرة كثير من الأمراض ما عاد بتقلق منها. ليش؟ لأنه بكرة بتاخذ مناعة تخليك قوي تقدر تقاوم الأمراض. يعني من بكرة ما بمرضش أبداً؟